شعبان عشان يطمننا بشكل اكبر على الفريق قبل مباراه الغد ان شاء الله امام فريق الترسانه في بطوله كاس مصر. يا شريف مساء الفل عليك. الفل عليك يا زميل امير، بتحيا لحضرتك طبعا استاذنا الكبير استاذ ايهاب ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف. عايزين طبعا نطمن من خلالك على استعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد امام فريق الترسانه، والنهارده اكيد كان في مران وانت كنت متواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره. طمنا على الفريق يا شريف. هو التمرين ابتدى يمكن الساعه 5:10 وكان في محاضره فنيه لمستر كارتيرون والباقي الجهاز في ارض الملعب، يمكن استمرت حوالي 5 دقائق، نتكلم على نسيان المرحله الايام السابقه، طبعا مباراه الاتحاد، نركز في مباراه الترسانه، مباراه صعبه نركز فيها، مش عاوزين احراج، عاوزين نفوز بكاس مصر، عاوزين نركز في بطوله كاس مصر. ويمكن النهارده يمكن شارك في الـ في الـ في التمرين مؤمن زكريا وظهر بقوه، ميدو جابر، السوليه، يمكن النهارده ما شاركش وليد سليمان ولكن هو جاهز للمباراه، لكن ما شاركش النهارده نظرا للاجهاد واكتفى بتدريبات الجيم. يمكن طبعا ما اتمرنش النهارده سعد سمير، حسام عاشور، محمد نجيب، صلاح محسن، احمد فتحي، كل دول بيجروا تدريبات تاهيليه مع الكابتن طارق عبد العزيز. وزي ما قلت لك النهارده كان في صعود من ست لاعبين من قطاع الناشئين لتكمله العدد فوق، لان طبعا نظرا لغياب اللعيبه الدوليين عن فريق النادي الاهلي، الكل ظهر بشكل متميز، الكل عنده اصرار على تحقيق نتيجه ايجابيه غدا امام نادي الترسانه. يمكن الان حالا وانا بكلمك قائمه النادي الاهلي، النادي الاهلي اعلن عنها. تمام، قول لنا القائمه يا ريت بالمناسبه. اقول لك شريف اكرامي، وشريف اكرامي، هشام محمد، تمام، اسلام محارب، صبري رحيل، احمد حمودي، مؤمن زكريا، احمد حمدي، كريم ندفد، احمد ياسر ريان، محمد عبد المنعم، تمام، علي لطفي، احمد علاء، عمرو السوليه، محمد شريف، احمد الشيخ، ميدو جابر، ناصر ماهر، اكرم توفيق، محمود الجزار، عمار حمدي. كده وخرج من القايمه وليد سليمان. تمام، وليد سليمان بره القايمه هو عشان الاجهاد. الاجهاد هو سليم، تمام، ولكن فضل راحته، فضل ياخد مزيد. طبعا هو بصراحه وليد سليمان الفتره اللي فاتت عامل مجهود كبير جدا مع الفريق بصراحه، ويعني بيتالق بشكل مفيد. طيب عايز اتكلم بالتحديد عن الناحيه المعنويه يا شريف بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، وخصوصا بعد الهزيمه الاخيره امام فريق الاتحاد السكندري في بطوله الدوري، واكيد في تجهيزات كمان من قبل الجهاز الفني بالتحديد في الاتجاه المعنوي قبل بطوله اخرى وتحدي اخر وهي بطوله كاس مصر. امبارح كان في اجتماع مع مسيو كارتيرون وكابتن محمد يوسف قائم اعمال لمدير الكره والمدرب العام مع اللاعبين، استمر حوالي 20 دقيقه. كان اجتماع شديد، كان قوي جدا، يتكلموا فيه عن المرحله اللي فاتت. الفتره المقبله مش محتاجه اي تهاون، مش محتاجه اي دلع، محتاجه التركيز في ال3 نقاط، اذا كان في الدوري طبعا، او اذا كان مباراه كاس نخلصها، التركيز في بطوله افريقيا لتخليص مباراه وفاق سطيف المقبله، خلاص مباراه الاتحاد للنسيان. النهارده اشتغلوا على الحاله النفسيه للاعبين، احنا مجهدين، احنا في اصابات كتير ولكن ما فيش اعذار. مستر كارتيرون قال ما فيش اعذار خالص عندنا ولا عند اللعيبه، انا ما عنديش اعذار، انا اللي موجود هلعب بيه، الاهلي بما اتحضر هلعب باللي موجود، اللي هيثبت نفسه هيكمل معايا، اللي مش هيثبت نفسه مش موجود معايا. النهارده في التمرين يمكن ما شاء الله التعلق من جميع اللاعبين، يمكن حتى ناصر ماهر، يمكن احمد حمدي، يمكن اكرم توفيق، امتياز، يعني كله بيتالق النهارده، الكل بيتسابق، احمد الشيخ، ميدو جابر امبارح حاطط هدف عالمي في التمرين، النهارده متالق جدا، الكل بيتسابق على نيل ثق طبعا مستر كارتيرون علشان يشارك في مباراه الغد امام الترسانه. يمكن مركز البقريت هو اللي فيه حيره النهارده من التمرين اللي انا شايفه، يلاعب ناشئ ولا يلاعب اكرم توفيق، ولكن من رؤيتي كده شايف ان الاقرب ليه هو اكرم توفيق نظرا لخبرته طبعا مع الفريق الاول. طيب اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، بس السؤال الاخير يا شريف، هل من خلال مران اليوم بانت التشكيله اللي ممكن يلعب بيها مستر باتريس كارتيرون مباراه الغد؟ يعني ممكن نقول علي لطفي في حراسه المرمى، اكرم توفيق ناحيه اليمين، 2 سردباكات احمد علاء وجزار، الشمال صبر رحيل، كريم ندبد وهشام محمد، الخط الامامي بقى بنتكلم في مؤمن، نتكلم في احمد الشيخ،
بنتكلم في راس حربة هو احمد ياسر ريان، الثالث بقى اللي تحت راس الحربة ممكن يكون ناصر ماهر، ده توقع يعني ناصر ماهر او احمد حمدي اعتقد يعني. او احمد حمدي، بس انا يعني انا اتفرجت على التمرين، هو الكابتن بيبدل النهارده يعني بيجرب ده ويبدل ده، دي رؤيتي وممكن تكون صح وممكن تكون غلط طبعا. تمام، بشكرك شكرا جزيلا يا شريف. طبعا مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي شريف شعبان يعني قال لنا كل التفاصيل الخاصه بمران النادي الاهلي الاخير قبل مباراه الترسانه غدا ان شاء الله، مباراه